محمود، الأزمة صارت على قوانين مالية. بالرأي هذا ما تشوفه منطقي أن كثرة المقترحات المالية ستؤدي إلى إفلاس الدولة؟ أنت نفسك مقترح زيادة بدل غلاء المعيشة من 120 تسوي له 300 دينار. هذا المقترح تشوفه شعبوي ولا منطقي؟ شوف، انا اللي يذكر يعني او يرجع شويه لي يعني ما تقول الجو اللي انا طرحت في هذا المقترح. نعم، جو كان موجود الكل قاعد يتكلم عن اسقاط القروض. ليش؟ والله في غلاء معيشه، في احتياجات للناس، والناس ما راحت تقترض الا هي محتاجه ومن هالكلام. قلنا يا الجماعه، وايد كانوا يقولوا ترى مقترح اسقاط القروض الحين بغض النظر عن وجهه نظري فيه، انه والله هذا ما في عداله. يقول انا شنو ذنبي اللي ما اخذ قرض؟ شنو ذنبي اللي اخذ قرض وسدد؟ وذاك اكو ناس صدق ماخذين قروض، قالوا لي احنا ماخذين قروض ما نبيكم تسقطون، ليش تسوون مشكله؟ خلاص انا اخذت قرض ومتحمل ومرتب اموري وماشي. فبالتالي احنا كنا نقول انه خلينا نجيب حل ثاني، حل توافقي بيننا وبين الحكومه. طرحنا هذا الحل. الحل اللي هو انه زياده غلاء المعيشه من 20 ل 300. ليش؟ نعم، لا مبرر. يعني انت تعال يا اخي شوف المواطن الان، وشوف حتى المتقاعد، وشوف بشكل عام يعني الرواتب من 2011 هذه الرواتب ما صار عليها اي زياده، الراتب الاساسي. نعم، ما صار عليها اي تغيير. غلاء المعيشه من 2008. زين، من 2008 ل 2023 سنويا في معدلات تضخم كم؟ هذه المعدلات من إدارة مركزية للإحصاء، هي في رصد موجود تقريبا 300 صنف من سلعة وخدمة إلى آخره، وشهريا يرفعون تقرير، سنويا يعطون معدل التضخم ما يقارب عندنا إحنا بالكويت اليوم 3.5%. إزاي 3.5%؟ أنا حسبتها لو تحسبها من 15 سنة، يعني من آخر زيادة اللي 2008 لليوم 15 سنة. 15 سنة شنو معنى 3.5%؟ معناه لو تاخذ في كندا معمول فيه او في اوروبا، ذلك ياخذون يزيدون الرواتب والمعاشات تماتيك، يعني بدون قانون، بدون عندهم قانون يعني ثابت. نعم، نص معدل الضخم، معدل الضخم 4 يزيدون 2% سنويا على الكل. احنا نقول خلينا ناخذ الكل فرضا كمثال عشان نقرب الصوره. أوكي، لو 3.5% احنا نزيد على معاشات المتقاعدين. لو متقاعد معاشه 1000 سنه 2008، وكان في قانون مثل ما احنا طالبنا قبل فيه ان نربط زياده المعاشات المتقاعدين مع معدل التضخم، يفترض انه 50% تزيد معاش هذا 15 سنه اضربها ب 3.5%، فيصير من 1000 يصير 1500. زين، هذا المتقاعد اللي سنه 2008 تقاعد ومعاشه 1000، والحين في احنا 2023 ومع كل هالزيادات والضغط، شلون بيعيش؟ هو المفروض يعيش ب 1500، قاعد يعيش ب 1000 مع كثره التزاماته والى اخره.